نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع هنا مياح لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي المشير لسعيد بن عامر بن حمود بن نحبوس المنصوري من ياتي على ثاني المراكز، والوحش الناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مهدي هنا من ينطلق عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شمردل هنا لمحمد بن عبيد بن جميع السبوسي من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وشعار المالكي هناك ايضا المنطلق في دوره هنا شاهين محمد بن سعيد بن عامر الهاشمي، والوصول من قبل طاري العلي بن عبيد بن علي الكعبي من ينطلق على المركز هنا ايضا السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن الذيب لسعيد بن غصاب العطيرة العامري. وفي المركز التاسع شاهين مقبل بن عايض بن محمود القرشي من ياتينا هنا بالتحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز العاشر وياتي هنا محلف العلي بن عبيد بن حمد لغفلي من ينطلق على المركز العاشر، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات على عاشر مراكزنا. والقادم هنا النشمي لمحمد بن مسلم بالطير العامري من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضاراتكم ولنا عودة، لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. إلى الصدارة هناك المنطلق مياح لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الاقتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني مهدي ياتينا على المركز الثاني، مهدي المنطلق لعبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي من ياتينا على المركز الثاني، والوحش في المركز الثالث ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع المشير لسعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، والقادم هنا القادم في هذه اللحظات شاهين هنا بهذه الانطلاقة، ولكن أرى التسلل، التسلل من الذيب لسعيد بن غصاب العطيرة العامري بدأ يتسلل هنا على المركز الخامس. المركز السادس ياتي شاهين على المركز السادس من الجانب الاخر، هناك هو شعار الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، وهنا وصل بهذه اللحظات. والقادم الطياري العلي بن عبيد بن علي الكعبي. المركز الثامن النشمي لمحمد بن مسلم بطير العامري من ياتينا هنا على المركز الثامن. وتاسع المراكز مبلش، وصل مبلش لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي. وعلى المركز العاشر، المركز العاشر مرسال ياتينا على المركز العاشر، نايف بن علي بن سالم المغيري من ينطلق على المركز هنا ايضا العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، والأسماء قادمة، الأسماء قادمة أيضا بكل قوة في هذه اللحظات الجميلة، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا صدارة هذا الشوط، ومياح، مياح لا زال مسيطر على زمام الأمور. مياح لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الاقتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، أحد أعضاء فرقة مرغم ينطلق هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. هناك الذيب لسعيد بن غصاب راح الطيرة العامري من الجانب
الجانب الآخر قادم هناك من مصانع الجنوب يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. الوحش المنطلق هنا ثالثا بهذه الانطلاقة لناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي من يأتينا على ثالث المراكز. والمركز الرابع وصل مبلش، وصل مبلش هنا بالتحديات الجميلة. مبلش هنا أيضا قادم وعينه على الصدارة بهذه الانطلاقة لسيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي من يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس مرسال نايف بن علي بن سالم المغيري هنا المنطلق على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز السادس السيف المانع بن راشد بن خميس الغويص السويدي من يأتينا هنا على المركز السادس. وفي المركز السابع النشمي محمد بن مسلم بطير العامري. والوصول هنا الشبابي فيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري قادم ايضا بهذه اللحظات الجميلة والاثارة. هنا وصول اخر من قبل الاسد خالد بن هضبان بن مبارك العامري من يأتينا بالتحديات الجميلة. وبين هنا شمردة محمد بن عبيد بن يميع السبوس ايضا قادم. والكيلومتر الاخير ومبلش وهناك ايضا الذيب. مبلش والذيب السلوم والتحديات الجميلة. الله الذيب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. الذيب لسعيد بن قصاب بن مصبح راح الطيرة العامري من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. صدورة هذا الشوط مبلش في المركز الثاني لسيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلوحي. والقادم هنا القادم الشبابي فيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري قادم. وهنا هنا 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 الاسد الخالد بن هضبان بن مبارك العامري. الله هو الغويص مع السيف مانع بن راشد خميس الغويص السويدي. ولكن التحديات والاثاره مشاهدينا الكرام الذيب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الذيب المسيطر ومبلش قودم. الذيب ومبلش الله 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 مبلش والذيب الله الذيب ومبلش يتسلل الذيب صامد من الجانب الآخر. التحديات الثنائية الله مبلش يتسلل إلى الفوز وإلى الناموس. والذيب يحاول الله هنا مبلش من اعلن الفوز واعلن الناموس. واللحظات الاخيرة مبلش سلام بن دري سيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي هو معلن الفوز وناموس المركز الثاني. الذيب بن سعيد بن قصاب مصبح راح الطيرة. ووصل هناك الشبابي فيصل بن متعب الشريم. وهنا وصل الاسد علي خالد بن هضبان بن مبارك العامري. وهناك السيف المانع بن راهب خميس رويص على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن السيف من أعلن الفوز أعلن الناموس هنا ولحظة وصوله مع مبلش بهذا الأداء المميز الجميل. تهانينا والناموس لسيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي بتسع دقائق 36 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. والسلام لأهالي مدينة العين والسلام لأهالي زاخر بالتحديد المركز الثاني. 9 دقائق 36 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. الذيب لسعيد وغصاب بن مصبح راح الطيرة العامري تهانينا له والناموس. أما المركز الثالث فكان الانطلاقات والتحديات هنا أيضا من الشبابي من وصل الفيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري بتسع دقائق 38 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني.